بصوا بقى البرجر عندهم انا شكله عامل ازاي. البرجر بينزل في سكينتا الله، والعيش لوحده اكلتي المفضله هنا. اعزائي المتابعين اهلا بكم من جديد. خلاص يا عبد الرحمن دوق البرجر يلا، ما هي الناس كلها عارفين انك انت بتاكل بعد التصوير، فيعني عشان ايه بتتحسب عليا لوحدي؟ ربنا يسامحك. لا عشان فيها اللي بينه وانا ما بحبش حرق. لا لا كل ما تقلقش فظيع مستر شيف. انت كداب عبد الرحمن. لاتينو ماكس فقوس عامل لكم عرض 20% لحد يوم الاربعاء 22/11. اللي ما جربش يجرب، واللي بقاله كتير ما جاش يجي وياخد خصمه ويستفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم ويحييكم من الشرقيه، تحديدا بجمهوريه فقوس، وهم مسمينا كده. يقول لك احنا فقوس دي جمهوريه. معايا طبعا عبد الرحمن. ايه عبد الرحمن عامل ايه؟ الحمد لله كويس. كله تمام. مالك بتلعب في شعرك ليه؟ لا ولا حاجه. مبسوط في فقوس معانا النهارده؟ في شارع مشهور هنا جدا اسمه شارع الدروس. خلينا نرجع كده ل 2008 لورا. لو انت دلوقتي تاخد الواد وتوديه ياخد الدرس، افتكر بقى انك كنت بتاخد امه زمان وتطلعوا تلفلفوا وتعملوا الديت بتاعكم هناك في شارع الدروس. لاتينو ماكس بقى من الاماكن التاريخيه اللي موجوده هنا. سيبكم بقى من الموضوع ان هي التاريخيه، هم من 2008 اتنقلوا بقى من هناك. جم بقى فين؟ عند طريق العدوي. الكلام ده في فقوس اللي هنا هيبقوا عارفينه. اللطيف في الامر ايه بقى؟ ان المكان من كتر ما هو قوي وشكله نظيف وحاجه فاخره على الاخر، وهنشوف الاكل والكلام ده، ان في مدن كتيره جدا في الشرقيه بدل ما تروح الزقازيق مشوار كبير عشان تلاقي اوبشنز كتيره، بقى الموضوع اقرب لهم بكتير ان هم يجوا عند لاتينو ماكس. تعالوا بقى نروح من لاتينو ماكس نعرف ايه القصه بتاعتهم وايه حكايتهم، وهل هم فعلا من 2008 الكلام ده حقيقي ولا لا. اي واحد بقى كان بيقعد هو خطيبته في لاتينو ماكس وعيالهم دلوقتي عندهم 10 سنين يثبت وجوده بكمنت. طبعا وصلنا بقى لاتينو ماكس. تعرف عمال اقولها لاتينو ميكس لاتينو ماكس. ما شاء الله كمان معاهم رخصه سياحه، ويعني مكان اوت دور واندور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا مستر؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ ايه يا باشا العظمه بقى اللي انتوا عاملينها بقى في فقوس بقى والقصه، وانتوا فعلا من 2008 حقيقي الكلام ده؟ من 2008 بقى. شارع الدروس. شارع الدروس. سمعت ان انتوا كنتوا اول مكان ينفع يبقى فيه ديت وواحد ياخد الجو بتاعه بقى، كان ساعتها اسمه الجو لسه بقى قبل ما يبقى اسمه الكراش والكلام الغريب اللي بقى بيتقال، ونتغدى ونتعشى ونحلي ونعمل عيد ميلاداتنا ونعمل اشياء. انا حقيقي الكلام ده مظبوط تمام. احنا هنا فين بقى؟ احنا هنا في شارع العدوي. حلو. طريق العدوي في فاوس على ناصية الاسكان والتعمير. انت مش شرقية على فكرة. لا مش شرقية. ما كده لا خلاص كده ظبط. بس هو انا اسمع ان فاقوس هنا برضو اللغه بتاعتهم برضو، عشان برضو معلومه للناس، ان اللغه اللي هي الشرقيه المميزه بتبقى في مدن معينه صح؟ مش في الشرقيه كلها. لا في كلها. لا. يعني الزقازيق بيتكلموا عادي هنا، فاقوس بيتكلموا عادي، يعني بتهيألي ابو كبير انت مش زقازيق. انا عشان كده خدت بالي. طيب قول لي بقى كبير احنا ايه الدنيا؟ فرجنا بقى على المكان واحكي لنا نعمل ايه النهارده. يلا بينا يا باشا. طبعا يا جماعه بقى حاجه الله اكبر بقى ايه القعده هنا لطيفه جدا، وعندهم اوت دور. الفيو بقى يعني هنا قصادهم فيلا لطيفه جدا. بصوا بقى هنا يا جماعه لاتينو لا هم مهتمين بفكره الديكورات والحاجات والبار بقى اللطيف. في ميتنج روم كمان طبعا. يعني لو انا عندي مناسبه او عندي اجتماع او عندي اي حاجه اللي فيها مكان. ما شاء الله. ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. طبعا عندكم بقى هنا الجو بقى الناس اللي مكيفين القهوه بقى اسبريسو والحاجات في كورنر كله موجود. فرجنا بقى على المطبخ عشان ده اللي يفرق معانا. يلا بينا يا ريس. من الحاجات اللطيفه بقى ايه في اللاتينو ماكس ان هو بيوصل في فقوس والضواحي اللي حواليها. ارقام تليفوناتهم 055-39-760 و-10-68-18-98-18 و-177-69-069 و-031-39-482. يلا بينا. We'll be right back.
هنا بقى احنا جوه الفرن السير البيتزا بقى ايه بمراحل السوا. ايه فانا عشان ما اجيش يجي اقول لك بعد كده انت بوصلها عشان فتحت عليها وبتستوي. كان جوه يعني انت جوه قاعد في الرايق منه وبره كل حاجه بتشتغل المطبخ والتيكاوي والدليفري. يلا بينا بقى عشان ايه قبل ما الاكل يبرد نشوف الاجواء فيها ايه جوه. تعالوا بقى يا جماعه نشوف المنيو. طبعا الشغل الجديد بقى كله معموله بقى سمارت كيو ار كود وبتاع وتخش تلاقي كل الحاجات بقى ايه. تعالوا بقى ناخد من كده من كلمه فين انا ما بفهمش قوي بصراحه في المنيوات التكنولوجيا دي. تعالوا مثلا نخش على ايه على البيتزا مثلا. بيتزا سوبريم شيش تاوك فونجي لال جبن يعني فيتا فراخ لاتينو سوبر ديلوكس البيتزا وسط ماكس بسطرمه. بصوا بقى احنا ايه خلينا نشوف المنيو ايه اللي عندهم من فوق كده في السريع. عندهم بقى ايه المنيو بتاعتهم طبعا كبيره يا جماعه لان هي مليانه حلويات ومشاريب وكل الحاجات. عندهم طبعا لاتينو جريل النص دجاجه مشوي ب 130 جنيه يعني الفرخ عندهم ب 260 جنيه ولا ميزه بقى ده مين كورس كمان يعني بينزل معاك 2 سايد طبعا سعره كويس جدا وان شاء الله طعمه يبقى حلو. والشيش عندهم ياخدوها على بعضيها تاخدوها شيش. الشيش تاوك بقى الوجبه 140 وجبه كفته مشويه 185 ربع دجاجه مشويه ب 75 ريزو وجبات الدجاج. تخش على وجبات الدجاج بقى على طول تشيكن فونجي بقى ده المين كورسز. المين كورسز الفراخ عندهم يعني 175 185 165 في الرنجات دي. عندهم بقى تورت ايس كريم يعني انت لو عندك مناسبه وعايز تطلب تورتاي وانت قاعد في البيت كده وتلحق نفسك هتعرف تلحق نفسك. ميلك شيك اطباق لاتينو المشتعله غالبا دي الحاجات اللي هي بتتحط على السكيليت بقى سكيليتو برجر فعلا اهو فاهيتا ميكس فايتا جامبو ميكس اللحوم ماكس ماكس مش عارف ابيكاتا 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 بيف مشروم وسكالوب بانيه فيليستيك مشروم صوص بوافر مقبلات بقى كده. تعالوا نخش سمبوسك لحمه وسمبوسك جبنه وسمبوسك ميكس يعني هم عندهم بقى في المقبلات شرقي وغربي. تبقوا تواصلوا معاهم على الواتساب او على التليفون يبعتوا لكم المنيو تحس ان انتوا تشوفوها قبل ما تيجوا وتشوفوا هتاكلوا ايه وتظبطوا نفسكم. طبعا ده بقى درج نجريسكو مش فاهم يعني كميه نجريسكو رهيبه. البيتزا شكلها حلو مش عارف ايه اللي هناك ده هنشوفه دلوقتي. بصوا بقى البرجر عندهم هنا شكله عامل ازاي. البرجر بينزل في سكينيتا الله والعيش لوحده ده 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 هيبقى يعني اكلتي المفضله هنا. الاستيكات بقى حواوشي شوربه فراخ مشويه ممبار. هما بقى الميزه هنا انه ايه في شرقي على غربي يعني تقدر تاخد مقبلات شرقي ورق عنب وممبار والحاجات دي. عيش بالثوم. البرجر بتاعهم برده الهوم ميد وده طبق ابيتايزر في سمبوسك وونين رينجز وسبرينج رولز والحاجات دي. وده بقى بيقول لك ايه طبق من كورس اسمه ميكس تشيكن في بقى ايه شيش تاوك وستريبس وفراخ بانيه مع رز وبطاطس. الاكل هنا دايما المين كورسز عندهم بتنزل باتنين سايد يعني زي هنا مثلا ايه الفراخ المشويه بتاخد معاها اتنين سايد غير طبعا السلطه. يلا بينا بقى ندوق ونشوف الكلام فيه ايه. بادئ زي بدء. تعالوا نبدا بقى بالشوربه. شايفين بقى الشوربه بقى فيه واخدين واخده بيستو من فوق يعني شوربه كريمه واخده بيستو كمان من فوق. هنقلب كده حلوه فكره البيستو دي وجديده بالنسبه لي. البيستو ده طبعا للناس اللي ما تعرفش هو صوص الريحان اللي بيتعمل منه المكرونه اللي بيبقى لونها اخضر. بسم الله الشوربه حلوه قوي بتاكل كريمه ولطشه البيستو اللي حطوها دي بيتها طعم حلو كده. بس مش عايزين بقى نطول. شايفين النهارده الترابيزه مخيفه. انا عايز بس اعرف الدرج اللي ده لازم اريح له على جنب كده. هي دي عشان التصوير ولا الكميه دي عادي بتطلع للناس عادي يعني هي بتطلع كده. طبعا هو الطبق كبير من فوق بس هو من رقيق من تحت. والله بصوا يا جماعه هي الحاجه اللي بالكريمه هنا باينه. خدوا بالكم كمان بقى لها شويه وبردت مش مقلحفه ولا اي حاجه. طعمها حلو جدا بصراحه. ده فيليستيك يعني حته من الفليتو. طبعا احنا في الشرقيه فالمفروض بقى ايه ان اللحمه تبقى حلوه اللحمه كماتيريال يعني. بسم
طبعا يا لحمه فليتو فهي حلوه كده كده لوحدها، بس نوع اللحمه كمان كويس جدا والطبق الصوص كويس جدا، رغم ان انا لما اشوق انا يعني الناس اللي هتعرف في ممكن ناس تخش تقول لك ايه ده مش مشروم فريش، بس انا عموما بحب الحاجات اللي عليها الصوص دي، المشروم اللي مش فريش ده بيبقى احلى خصوصا في البيكاتا كمان، وهي اذواق في الاول وفي الاخر طبعا اذواق. ده حلو في الامر ايه بقى هنا لما بطلب برجر بطلبه من غير عيش عموما، عنده البرجر بتاعهم يعني هو عامل البرجر نفسه فهيد. تعالوا نشوف نرجع بس ده كده في مكانه عشان عبد الرحمن بيتقمص بس وبيقفش. البرجر طعمه حلو والسكليتة نفسها الفكرة مديها الطعم اللي هو واخد على فاهيتا كده شوية، ده صنف فاهيتا جديد حلو، ولو انا نفسي اكل برجر فاكل برجر برضو كده هيبقى مختلف، بس طبعا ده بتهيألي ما ينفعش يتلف في البيت يعني ده لازم تاكلوه هنا عشان تعرفوا تاخدوا الاكسبيرينس كاملة كده. تعالوا نشوف بقى الفراخ، مش خلينا ناخد حتة من الورك. الفراخ بتاع التتبيلة حلوة هادية سوا حلو، فراخ مشوية بتاعتهم لطيفة جدا. التتبيلات عموما في الفراخ لطيفة جدا. قالوا لي ما ينفعش تكون موجود في فقوس وما تدوقش البيتزا بتاعت لاتينو ميكس. تعالوا بقى نشوف البيتزا. شكلها حلو بقى ومعمولة ستافت كراست. اللطيف في الامر هنا ان انتوا لو جايين مجموعة وكل واحد على هواية كل حاجة هيلاقي طلبه موجود، كل حاجة انا بيعملوه فيها تميز. عايز اقول لكم ان النجريسكو بتاعتهم خطيرة، الستيك حلو لو عايز تاكل مين كورس وتاكل الحاجات دي، المشويات حلوة جدا، الاكل طعمه حلو جدا. البيتزا بقى مفاجأة طبعا بالنسبة لي، العجينة لطيفة وبعدين الستافت كراست بتاعهم هو بحشينه زي جبنه كريمي كده، يعني ممكن اكل ظهر البيتزا الاول وبعد كده ابقى اشوف البيتزا بتقول ايه. دايما زي ما انتم عارفين ان احنا عندنا هنا لما بنطلع بره القاهره بنروح المحافظات بنشوف حاجات احلى بكتير جدا من اللي عندنا في القاهره، وده دايما بيبهرنا، بس انك انت تشوف اكل وكمان مستوى زي ده يعتبر برده في مدينه جوه محافظه زي مدينه فاقوس، فدي حاجه كويسه جدا. انا ما دوستش جامد ليه بقى؟ عشان احنا هنا بيقولوا بقى الحلو حلو قوي، وهو عمال يشوق، ما انت هتشاور على الترابيزه كلها، ما خلاص يا باشا انت نجحت ما تقلقش. اعزائي المتابعين اهلا بكم من جديد، طبعا انت اول مره تشوفوني بس عبد الرحمن دوق البرجر يلا. البرجر فيه مرمشات وحاجات مهمه، الناس كلها عارفين انك انت بتاكل بعد التصوير، فيعني عشان ايه بتتحسب عليها لوحدي ربنا يسامحك. خد بقى السندوتش كده لحظه عشان فيها اللي بينه وانا ما بحبش حرق. لا لا كل ما تقلقش. فظيع يا مستر شام. انت كذاب عبد الرحمن. طب استطعم الاول عشان تقول للناس تصدقك. ما هو انا استطعمت، انا سريع في الحاجات دي. انت سريع اسبيد برضه. قفلت الشغلانه. الله الله عليك. ده ايه بقى الايس كريم ده بقى؟ ده ايس كريم تحت فراوله. فراوله اه. وده فوق ده توت احمر. توت احمر ايه ده حلو قوي. وده ايه بقى؟ لبان مطورين في الايس كريم، يعني مش جايب يعني كاني في محل ايس كريم، يعني مش جو اللي هو شوكولاته وفانيليا ومانجا وخلاص، ده لبان وحلو، ماتيريال الايس كريم نفسه كويس. انت بتعمله ميك شيك بالايس كريم برضه. الله لما الوافل يبقى متقطع صغير كده بتعرف تاكله عادي باريحيه، بس الناس الثانيه بتجيب لك حته الوافل قد كده على ما بتاكلها بتكون ايه؟ فاهم شنبك ودنيتك كلها بقت شوكولاته. بسم الله. الوافل مظبوط مقرمش من بره ومن جوه ايه؟ فلاف. الهاني كيك من روسيا لفاقوس نحييكم. انت عارف ان هاري كيك دي جنسيتها روسي ولا معلومه؟ لا طبعا. ايه رايك في المعلومه؟ المعلومه مظبوطه. هاري كيك حلوه وسام لطشه مصري شويه كده لان هي تقيله، المفروض اصول الهاري كيك ان هي تبقى هشه وخفيفه اكتر من كده، بس هي حلوه طبعا طعمها حلو جدا يعني. يعني الحلويات هنا لطيفه جدا. كندر كيك. انت عندك كام نوع بقى حلويات من دول؟ عندي الريد فيلفيت والتراميسو كمان حاجه جميله قوي، والشوكليت موز، التشيز بقى عندي تشيز كيك كل الأطراف. كل 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 توت والستروبري والبلوبري
ايه ده؟ جعفيف فاكهه صح؟ ده فلوريدا رمله مانجا جوا. ده ايه ده بقى؟ ده السموزي الجميل. حلو. ده سموزي ايه بقى؟ ده الازرق ده بلو كرواسون. بلو كرواسون وبلوبيري. بلوبيري تحت في كميه بلوهات هنا بس. ايه طيب التليفون شغال انت هترد حبيبي يا استاذ محمد؟ والله العظيم يعني متشكرين على الاستضافه الجميله. نورنا ومشرفنا ويعني بمناسبه وجودك معانا ان شاء الله احنا عاملين عرض لذيذ كده لحد يوم 4/22/11. حلو. ايه العرض يعني؟ عرض 20% ان شاء الله خصم. ايوه كده خش عليا في ال 20% اندور ان شاء الله جوه الصاله. جوه الصاله لاتينو ماكس فقوس عامل لكم عرض 20% لحد يوم الاربعاء 22/11. اللي ما جربش يجرب، واللي بقاله كتير ما جاش يجي وياخد خصمه ويستفيد. الاكل عندهم جامد جدا، المشروبات عندهم الحلويات عندهم حلوه جدا، واهم حاجه لما تيجوا هنا ما تنسوش تبقوا تحلوا بايس كريم في الاخر كده، ملوش علاقه باي حاجه. قال لك الفقوس دي دوله، فيعني ايه فقوس؟ هو ما اعرفش بقولها صح ولا غلط عشان في ناس تقول لي فقوس وناس تقول فقوس، فمش عايزين نخش في مشاكل من دي. احنا كلنا اخوه يا جماعه وكل واحد ينطق بمزاجه. والراجل ده بيقول انه مش شرقيه وانا حاسس ان هم مدينه نصر عادي يعني. اهلا بيسا حبيبي.